اخ كنشوفكم كثير على الطرفيه اللي تاع المره اللي دازت، وهذيك بالنسبه لينا دم، يعني دم معنوي ودم فكري ودم رياضي. وهذه الجريده الالكترونيه المغربيه ديال العيون بريس كنفتخروا بها، وعطيناها العنوان هذا العين هذا السيف، عطيناه لكاع الاخوان الرياضيين اللي عندنا في سباق الدرجات وكيدخلوا يمرسوا فيها. وحنا جد فخورين باش ندخلوا للعيون، لان يعني لا الصحافه ديال مدينه العيون ولا السلطه ديال مدينه العيون الله يكثر خيرهم داعمينا معنويا ومدعمينا حتى يعني حتى نقولوا متماديا، وهذا شرف لينا وكيعطينا دعم قوي للرياضه سباق الدرجات. وحنا كان ان شاء الله كان واحد كنا نديروا نادي في مدينه العيون وغنبقى نستمروا يعني، وهذه راه بطوله جهويه فكرنا باش ندخلوا عليها مدينه العيون على حسب يعني الاستقبال الحار اللي كنشوفوهم هاد السلطات يعني اللي كيعطيونا الدعم. وان شاء الله غادي نديروا سباقات هنا يعني في مدار مغلق وعلى الطريق في مدينه العيون، وكنشكركم كثير على هذه التغطيه.